شهد. انت شو ناوية تعملي؟ انا سمعت كل شي عم تقولي وفهمت لشو عم تخططي. وصلت معك تحاولي تأذياش؟ شو يلي عم تعمله انت بغرفة نومي هلأ؟ وجاية دايخلة عندي؟ لبرا. انت لازم تروحي من هذا البيت فورا. يلا اطلعي لبرا. ايه ناديلو ناديلو، انت السبب بسبب المصائب اللي عم تصير بالبيت. شو عم تعمل هون انت؟ انا عم بعمل اللي كان لازم تعمله انت من زمان، بس انت لسه ما عملتها. انا اللي رح طالعها من هذا البيت. انتبه على كلامك، هاي مرتي. واذا مرتك بدك نعطيها البيت كله؟ يعني ايه عم تخطط لحتى تأذياش بالحفلة؟ لا تصدقه عم يكذب. انا لازم اضربه. بعد هيك شو اللي عم تعمله بيناتنا؟ بعد عني اشوف. ياش وينك؟ ياش بترجاك ساعدني. ياش تعي. ياش وين رايحة؟ عم تسمعني؟ استني وقفي عندك وحاج تحكي كذابة. كأنك صايرة جريئة زيادة. بعد عم حزرة عن جد. خوفتيني. وقف. اليوم ضليت عم بسمعك وسايرك، بس انت طلعتي كذابة كبيرة وعم تتمادي زيادة عن اللزوم. ياش لو سمحت ما حدا رح يساعدك. ياش انا بدي اضربك. عمو عمي خلاص، اذا بتريد عمي خلاص. بعد عني. بعد شو شبك؟ صار شي لعقلك؟ انا اليوم ما رح اتركها تنفذ بعملتها. شو عم تعمل؟ منيح انك وصلت بوقتك. مثل ما انك شايف كان بده يقتلني هذا المجرم وما حدا قدر يوقفه غيرك. انت المجرمة الوحيدة بهذا البيت مو انا. هي كانت عم تخطط حتى تأذيك بالحفلة، رح تعملها بكرة. لا تصدق كلامه، عم يكذب. ياش انت بتعرف انه انا بعتبرك مثل ابني، مشان هيك هو معصب. تخيل فات على غرفة النوم تبعي وهجم علي، كان بده يأذيني وقت شافني لحالي هونيك. بس منيح انه ساتياجيت وصل لهونيك بالوقت المناسب، والا كان رح يقتلني. هاي ساتياجيت، سأله اذا بدك. ايه هي عم تقول الحقيقة، وصلت بالوقت المناسب والا كان رح يقتلها. وانا كمان بدي احكي، مو بس انتو. منيح اني عرفت بالوقت المناسب، ولا حياتي ياش كانت بخطر بسبب مرتك. اخي انت لازم تصحى، خلينا نقعد وبعدين قول كل يلي بدك تقوله. انت اذا بدك اقعد واسمعه، بس انا ما عاد فيني اتحمل. يلا اعترفي شو بدك تعملي. انا بدي روح دق للشرطة. يلا روحي دقي للشرطة ولمين ما بدك، لانه انا رح اقتلك قبل ما تجي الشرطة. تعي وبعدين رح سلم حالي بايدي للشرطة.